بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. ما زلنا في رحلتنا مع الحديث النبوي الشريف منذ زمن التأسيس، وهو زمن النبوة الشريف، ثم مرورا بعد ذلك بمراحل تطور هذا العلم الشريف وخدمة علماء المسلمين للحديث النبوي الشريف وعلومه. هؤلاء العلماء الكرام اللي ربنا سبحانه وتعالى قيدهم لنصرة دينه وللحفاظ على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع حضراتكم مع الإمام أحمد بن حنبل. ولد الإمام أحمد بن حنبل 164 هجرية في بغداد. سيدنا الإمام أحمد نشأ في بغداد يتيما، وهو عربي الأصل، يعني عربي الأصل والنسب. هو ولد بالعراق، وكانت أسرة ولد بالعراق بالبصرة، وكانت أسرة الإمام أحمد ابن حنبل مهتمة جدا بتعليمه وبتثقيفه منذ صغره. حرصت أسرة الإمام أحمد ابن حنبل على أنه يتلقى القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واللغة العربية ومآثر الصحابة والتابعين وأحوال النبي محمد الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حرصوا على أنه يتلقى كل ذلك منذ كان صغيرا. الحقيقة ساعد هذه الأسرة المباركة إن هم يتوفقوا في هذه الرعاية التعليمية للإمام أحمد بن حنبل أمرين. أول حاجة إن بغداد كانت عاصمة العلوم والمعارف والفنون، هي رمز مهم من رموز الحضارة الإسلامية، وإنه برضو كان متوافر في بغداد ما لم يتوافر في العواصم الأخرى من تنوع الثقافات والعلوم والمعارف والفنون وتنوع مسالكها ومشاربها في سائر الفنون والمعارف وفي سائر المجالات العلمية والثقافية. الأمر الثاني اللي سهل على أسرة الإمام أحمد بن حنبل إن هم على طول يغذوه بالعلوم والمعارف منذ نعومة أظفاره، إن رغبة أهل الإمام أحمد في أنه يتعلم العلوم دي من بدري جدا كانت موافقة جدا لميول الإمام أحمد النفسية، وموافقة جدا لاستعداداته العقلية في تحصيل العلوم والمعارف. بدأ مبكرا الإمام أحمد بن حنبل في حفظ القرآن الكريم وتلقي الحديث النبوي الشريف ومعرفة علوم اللغة العربية، وكمان راح يتقن علم الكتابة فتعلم في الديوان. كانت في الدولة آنذاك وفي الخلافة دواوين عدة، من ضمن هذه الدواوين ديوان خاص بالكتابة، كان بيروح يتمرن في كما هو معلوم في ذلك الزمان، وزي ما هو كمان ذكر ودون ذلك عن نفسه، فقال الإمام أحمد بن حنبل: كنت وأنا غليم، تصغير كلمة غلام غليم، كنت وأنا غليم أختلف إلى الكتاب، يعني على طول أختلف إلى الكتاب، على طول بروح الكتاب يتلقى القرآن الكريم، وبعد ما أنهى حفظ القرآن بعد كده بيقول ثم اختلفت، يعني بدأت أروح بقى إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة وهو عنده 14 سنة، تدرب وتمرس على التحرير والكتابة. في زمن الإمام أحمد بن حنبل كان في مدرستين كبيرتين في مجال العلوم الشرعية، مدرسة الإفتاء ومدرسة الحديث. هو الحقيقة في الأول الإمام أحمد يعني راح شوية لمدرسة الإفتاء، لكن سرعان ما عاد اختار الإمام أحمد بن حنبل في مبدأ حياته علم الحديث ومسلك أهل الحديث، وهو في نفس الوقت لم يكن بعيدا عن مطالعة المسائل الفقهية والأقضية وغيرها واختلاف الفقهاء ومواطن الاختلاف والاتفاق وما شابه ذلك، لكن همة الإمام أحمد بن حنبل كانت في الأول بالدرجة الأولى منصرفة إلى الحديث النبوي الشريف.
وأراد الإمام أحمد بن حنبل أن يبلغ فيه مبلغا، وكان له ذلك بفضل الله تعالى. استمر الإمام أحمد بن حنبل في بغداد يطلب الحديث من علماء الحديث ويتعلم ويكتب ويدرس ويفهم، وعشان ينمي التخصص الدقيق في مجال علوم الحديث كان لابد على الإمام أحمد أنه يلتقي ويأخذ الحديث عن كل علماء الحديث اللي كانوا بقى في العراق والشام والحجاز وتهامة وغيرها من البلدان. ولذلك إذا بتبص على رحلات الإمام أحمد ابن حنبل في طلب الحديث الشريف تجد مثلا رحلته إلى الكوفة. وقبل ما أكمل الحديث في هذا المضمار، أنا بس حابة بوري لحضراتكم جهد المسلمين، علماء المسلمين في يعني علوم الحديث الشريف. وجهد المسلمين ده ما كانش في عصور متأخرة، إنما بدأت عناية المسلمين بالحديث الشريف منذ زمن النبوة الشريف، وبدأ يتطور هذا العلم برعاية ربانية كريمة، وبزغ في كل زمان من يقوم من العلماء على خدمة حديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا النهاردة بنعيش مع علم من الأعلام وهو الإمام أحمد بن حنبل الذي له خدمة في الحديث عظيمة وكبيرة، عشان نشوف من خلال السيرة الذاتية الخاصة بالإمام أحمد بن حنبل إزاي جهد العلماء دول، وإزاي الغرب استفادوا من مناهج هؤلاء الكبار الكبار في مجال العلوم والمناهج العلمية. هذا هو الإمام أحمد بن حنبل، راح إلى الكوفة، والكوفة مش بعيدة عن بغداد، راح عشان يطلب الحديث الشريف من أهل الاختصاص هناك، عشان من يدعي أنه ما كانش فيه مدارس ولا معاهد علمية بالمفهوم المعاصر اللي احنا عايشين فيه، لأ كان في مدارس علمية، كان في دولة المسلمين في ذلك الزمان دواوين كثيرة وتشعبات ومعاهد علمية وتغذية للثقافة والعلوم والمعارف. ما كانش المسلمين في الوقت ده سادوا العالمين إلا لم يكن إلا لو لم يتمكنوا في مجال العلوم والمعارف، هم تمكنوا في ذلك وكانوا لله بذلك قاصدين، فكانوا أئمة العالمين بالعلم، مش بحاجة، بالعلم قاموا على خدمة علوم الوحي الشريف وطبقوها وصانوها، وكانت هناك الرعاية الربانية لدينه، فكان الحفاظ على القرآن الكريم وتفجر على مائدة القرآن الكريم الكثير والكثير من العلوم والمناهج العلمية اللي تعلمها علماء المسلمين من الوحي الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وبعد ذلك برع المسلمون، وكل مرحلة بتمر على المسلمين كانت مرحلة في التطور والعلوم والمعارف الخاصة بعلوم الوحي الشريف وغيرها من العلوم الإنسانية، اللي بدورها في الآخر كلها كانت أدوات معينة للعلماء على فهم أنوار الوحي الشريف. راح الإمام أحمد بن حنبل إلى الكوفة، والكوفة زي ما قلت لحضراتكم مش بعيدة عن بغداد، لكن الرحلة نفسها ما كانتش سهلة على الإمام أحمد بن حنبل، لأن إقامته في الكوفة لطلب الحديث الشريف من علمائها ما كانتش هينة وما كانتش سهلة. وهو نفسه بيروي إيه اللي حصل له، وإحنا لما بنجيب ده بنأكد على جهد هؤلاء وبطلان زعم المضللين بأن المسلمين لم يحافظوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا محض افتراء. الإمام أحمد بيقول: خرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة، زي نايم على طوبة، يعني ده دليل على شظف العيش وإنه العيشة ما كانتش سهلة. فحممت، يعني جات له حمى سخن. وبعدين بيقول: فرجعت إلى أمي ولم أكن استأذنتها. يعني ده جانب من الجوانب اللي بيحكي قد إيه هو كان في حال رقيق الحال في سفرته إلى الكوفة، إلا إنه تحمل الحال ده عشان يطلب الحديث من أهله ومن العلماء، علماء زمانه. واللي ما اكتفاش الإمام أحمد بعلماء
العراق فقط، إنما سافر شرقا وغربا قدر استطاعته المادية لتلقي العلوم والمعارف. وحتى ليه كلام كان بيقول، لو حضراتكم تتذكروا لما اتكلمنا عن جرير بن عبد الحميد، هو بيقول لو كان عندي 90 درهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري. جرير بن عبد الحميد كان من المحدثين الكبار، عراقي الأصل، وانطلق بعد كده إلى الري، دي منطقة في إيران، وراح عشان يعلم حديث رسول الله. وده برضو احنا بناخد منه إن علماء الحديث في كل زمان ما كانوش بيقعدوا في أماكنهم. أنت لما بتيجي تقرأ في علم الرجال وبتشوف رحلات علماء الحديث عشان يعلموا حديث رسول الله، يعني أمر ذاع وانتشر في كل الأماكن، وده برضو من زمن النبوة الشريف، لم يكن ذلك فقط في القرن الثاني أو الثالث كما يدعون، من زمن النبوة الشريف. الوفود كانت بتيجي للنبي عليه الصلاة والسلام وتستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بين مثلا 10 أو 20 جايين للنبي في 1 أو 2 بيكتبوا وبيروحوا يبلغوا الكلام ده لأقوامهم وهكذا. والصحابة اللي راحوا شرقا وغربا، النبي عليه الصلاة والسلام بعث ببعضهم إلى اليمن، وبعضهم راح وسافر ليعلموا كذلك الناس العلم. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل هو بيحكي سيرته في حرصه على تلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال القراءة في سيرة الإمام أحمد بن حنبل بنشوف كمان جهد غيره من العلماء عصره اللي كانوا موجودين. هو كان نفسه يروح لجرير بن عبد الحميد لأنه كان قيمة كبيرة في علم الحديث. بيقول أنا ما عرفتش، أنا لو كان معايا 90 درهم كنت قدرت أروح له، لكن أنا حالتي كانت على قدها، لكن خرج إليه بعض أصحابنا. إذن ما كانش الإمام أحمد بن حنبل فقط، كان هناك علماء كثر يذهبون ويسافرون لتلقي العلم. وبعدين هو بيقول لم أتمكن من الخروج، لأنه بيقول لم يكن عندي شيء حتى أستطيع أن أخرج إلى هذا المحدث الكبير. لكن بعد كده الإمام أحمد خطط الإمام أحمد بن حنبل إن هو يخرج للحج سنة 198 هجرية، وخطط كمان إنه بعد ما ينتهي من إجراء الحج، وبعد ما ينتهي موسم الحج، إنه يروح إلى المحدث الكبير أبو بكر عبد الرزاق ابن همام اليماني الصنعاني. ده اتولد سنة 126 هجرية. الإمام عبد الرزاق الصنعاني ولد 126 هجرية. شايفين الوقت مبكر قد إيه، وهناك محدثين كبار يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام عبد الرزاق ابن همام اللي رحله سيدنا اللي هو الإمام عبد الرزاق ابن همام اليماني الصنعاني اللي سافر له سيدنا الإمام أحمد ابن حنبل، هو من كبار حفاظ الحديث النبوي الشريف. هو بيلقب أنه من الثقات في علم الرجال، وملقب كذلك يعني درجته أنه من الثقات وملقب بمحدث اليمن. وفي رحلة الإمام أحمد بن حنبل إلى اليمن عشان يطلب هذا العلم من ذلك المحدث الكبير، ولما نقول المحدث يعني ذلك الرجل العالم الجليل المتخصص في علم الحديث الذي يحدث ويعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في طريقه رايح لهذا المحدث الكبير في اليمن، الفلوس خلصت معاه، فهو أكرى نفسه من بعض الحمالين إلى لغاية ما وصل إلى صنعاء. يعني إيه أكرى نفسه إلى بعض الحمالين إلى أن وصل إلى صنعاء؟ يعني بدأ يشتغل، يقول لهم يطلب الشغل، يعني يروح يعمل رحمه الله بأجرة عند بعض الشيالين، يشيل يعني الحمولة ويحطها يضعها على الدواب، وبعد كده ينزلها وياخد باله من الدواب دي يرعاها وهكذا عشان يوفر النفقة بتاعته. الفلوس بتاعته اللي معاه ما كافتش يعني حج، وبعد ما خلص الحج عايز يطلع لصنعاء، فحصلت له الضائقة المادية دي، فاشتغل عند بعض الشيالين. شوف أهل العلم، شوف الشغف اللي ربنا بيحطه في قلب طالب العلم. وطلب العلم ده لذة كبيرة ومتعة ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه إلى أنه يكون من أهلها بيتذوق ذلك، ويا بخته كمان لو كان من أهل الإخلاص.
فهذا العالم المبارك الإمام الفذ الإمام أحمد بن حنبل يشتغل شيال عشان يوفر النفقة عشان يروح يطلب حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجوا شوية من مدعي العلم يفتئتوا على علماء المسلمين إن هم ما صنوش حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. جهل، جهل مدقع وتغييب للمسلمين عن تاريخهم المشرف والكبير والعظيم. العالم كله ساعتها اتعلم من هؤلاء الأئمة وغير هؤلاء الأئمة. النهضة اللي حصلت في أوروبا وخلافها كانت قايمة على مناهج علوم المسلمين، خدوها وترجموها واشتغلت حركة الاستشراق ويترجموا مناهج المسلمين وإزاي المسلمين وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وبدأت الانتفاضة عندهم. بدأنا احنا نقع لأن بدأنا نبعد عن العلوم والمعارف، وهم بدأوا يطلعوا على علومنا ومناهجنا. شوف مدى صبر الإمام أحمد بن حنبل على طلب العلم. لما وصل الإمام أحمد بن حنبل إلى صنعاء وبدأ يطرق الباب على الإمام الحافظ عبد الرزاق الصنعاني اليماني، لقى إنه في بقال بيصرخ فيه، فصرخ به بقال هناك وقال للإمام أحمد بن حنبل: لا تطرق الباب على الشيخ فإنه يهاب. يعني عايز بيقوله بالراحة، أنت بتطرق الباب بالراحة عشان ما يفزعش الشيخ. شوف كمان تقدير البقال لأهل العلم، هذا هو زمان هؤلاء الكبار. فمكث أحمد بن حنبل من كريم خلقه ولطفه وصبره في طريق طلبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعد لشيخه على الباب، قعد على الباب منتظر الحافظ الكبير عبد الرزاق. الإمام أحمد انتظره حتى كادت الشمس أن تغرب، فلما خرج له بعد كده عبد الرزاق وضمه، ضم الإمام أحمد وعانقه. شوف الشيخ لما يقدر حرص المريد على طلب العلم. وبعدين أقبل الإمام أحمد بن حنبل وكأنه ما مشيش رحلة طويلة وتعب فيها واشتغل شيال وعند الحمالين عشان يوفر النفقة عشان يقدر يروح صنعاء عشان يطلب حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من الإمام الحافظ المحدث محدث اليمن الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاني. نسي كل ده وأقبل على الشيخ الكريم، أقبل على عبد الرزاق يسأله وهو يجيبه. ويكتب الإمام أحمد بن حنبل عن شيخه في قرطاس وتنوم كده، يعني إلى أنه مر عليهم وقت، حتى بعد كده دخل عليهم يوم وأظلم عليهم اليوم اللي بعده. فنادى عبد الرزاق بالبقال أنه يجيب له سراج، يجيب له مصباح، يجيب له شعلة، يعني لأنه زمان كانت الإضاءة كده. وبعد كده كملوا في هذا الليل حتى يعني دخل عليهم أكثر من يوم وليلة، حتى انقضى هكذا إلى يعني أيام وليالي يطلبوا منه. أنا بس حبيت إن إحنا وإحنا بنعيش مع سيرة الإمام أحمد بن حنبل، إن الواحد لما يقعد يفكر في سيرة هؤلاء العظام الكرام اللي خدموا حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف كم المشقة في طلب العلم من الإمام أحمد بن حنبل، والصبر والحرص على تلقي الحديث الشريف تعظيما لأمر السنة واستجابة لأمر الله تعالى. وسبحان الموفق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهكذا تكون العطايا الإلهية والمنح الربانية لمن اجتهد وسعى وتكبد المشاق من أجل المحافظة على سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقل دين الله تعالى نقلا دقيقا صحيحا. فرحم الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل وجزاه خير ما جزى عالما من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم. وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم، أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا، فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية وقناة أون وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان. سريعا نذكر بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. بناخد الأسئلة وبنجاوب عنها تباعا في اليوم المخصص للرد على الأسئلة اللي هو يوم الأربع، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق. معنا السلام عليكم. أمة الله تفضلي يا فندم. السلام عليكم، ممكن الصوت بس يعلى شوية؟ أنا سامعة حضرتك، اتفضلي. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد، كل عام وأنتم بخير. اللهم صل عليه. أنا تعرضت لظلم شديد، يعني اقتلاء شديد، يعني كانت قضية السجن يعني. بقالي فترة كبيرة، الناس يعني اللي حواليا وكده بيقولوا ان الموضوع مش هيتحل، او ان يعني علشان يتحل هنعدي بمراحل صعبة خطوة، يعني انا يعني لا استطيع عليها صبرا يعني. بس يعني انا بقول ان ربنا يعني الرب معجزات، فبيقول ان زمن المعجزات انتهى، يعني هل ده فعلا حقيقي ولا يعني وارد في اي وقت بالدعاء يتغير القدر او ربنا يجنبني اللي مش قادره عليه يعني. وانتوا بتاخدوا بالاسباب برضو، يعني بتجتهدوا قدر طاقتكم، احنا ولا عجزت الاسباب فعلا على قد طاقتكم؟ الامر تعجيز. حاضر. يعني بطلب من حضرتك وكل اللي بيسمعنا يدعي لي. حاضر، ربنا يفك الكرب، ربنا يفك معجزه ربانيه، ويا ريت لو في أدعية معينه او حاجات معينه. حاضر. وانا انا سعيده ومتشرفه بان حضرتك على هذا اليقين في ربك. الحمد لله. انا سعيده ومتشرفه ان حضرتك على هذا اليقين في ربك. الواحد يبقى عنده يقين في الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بمولاه. معانا؟ يعني انا بقول لهم ان ندعي. اتفضلي السؤال حضرتك الثاني. تمام. بالنسبة لسورة البقرة، ايوه، يعني لو ممكن نتكلم عنها، هل فعلا بتزيل العوائق وكلام زي كده، ولا هي سورة مباركة زي جميع سور القرآن يعني؟ ولما بنقراها يعني بسمع ناس بتقول بطني بتوجعني، بصدع، ايدي بتوجعني، ما يعني ما بنحسش بالحاجات دي، احنا الغلط ولا هم اللي صح ولا ايه؟ انه في اعراض يعني اثناء ما بيقروها، ان بلاقي ناس كاتبه على النت ان هي ما بتقرا سور البقره بيجي لها اعراض معينه يعني. احنا اما بقراها او ما بقرا قران يعني الحمد لله مفيش مثلا الحمد لله وجع في جسمي او حاجه، لا ان شاء الله خير. ولو قريتها يعني مثلا جزء بالليل والباقي الصبح، هل انك مش عايزه تقريها في جلسه، هل يجوز قراءتها في اكثر من جلسه ولا لا؟ ايوه بالظبط. شكرا استاذه دعاء.
السلام عليكم يا دكتورة نادية. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة دعاء. كل عام وحضراتكم جميعا طيبين وبخير. بعظم شهر اتشرفت به الأمة الإسلامية والعالم أجمع بنور مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه. كان لي بعد إذن حضرتك سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول، وإحنا في الصلاة بنقوم بقراءة السور حسب وطبعا لترتيبها في المصحف، فده ينطبق على الصلاة كلها سنة وفرض ولا على الفرض فقط؟ أنت حضرتك بتتكلمي على انتظام القراءة بالترتيب في المصحف أثناء سواء صلاة الفرض أو صلاة النفل. حضرتك بتقولي ده يجب في كل أو ده لازم في كل الفرض والنفل، ولا ده ممكن يبقى في الفرض بس لكن النفل لا؟ ده اللي حضرتك بتقصدي. فعلا كده. تمام. طيب السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. اتفضلي. أنا أمي بحبها بصورة خيالية، وهي الحقيقة عانت وتعبت في حياتها كتير وتربيتها لينا. وحضرتك قلتي في حلقة سابقة إن ما ينفعش إن إحنا نناديها باسمها. نعم. طيب هو أنا مش بناديها باسمها بس أنا بحب أدلعها، هي اسمها ليلى، فأنا بقول لها يا لولي أو يا لولا. فده كده مخالف برضو اللي حضرتك قلتيه ولا الدلع يختلف؟ حاضر. في حين إن برضو الاحترام والأدب برضو موجود بينا وبين بعض. تمام. حاضر. في حاجة كمان؟ طيب أستاذة أسماء. أيوه حضرتك. اتفضلي يا أستاذة أسماء. سامعني حضرتك؟ معاك يا فندم، تحت أمر حضرتك، اتفضلي يا فندم. الله يخليك دكتورة. دلوقتي أنا جوزي توفى من حوالي 8 شهور. جدة حضرتك؟ جوزي توفى زوج من 8 حضرتك؟ شهور. اه. الله يرحمه ويغفر له ويسامحه ويتجاوز عن سيئاته. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. دلوقتي أنا معايا 3 أطفال. أكبر حد فيهم عنده 16 سنة. فهو كان عنده عربية وأنا بعتها وفلوسها هحطها في البنك أعمل بيهم شهادة عشان خاطر إيه يعني أعرف أصرف عليهم، لأن ما فيش أي مصدر رزق غير معاشه ومعاشه صغير. ربنا يعينك. الله يخليك. فأنا دلوقتي عايزة أعرف أنا عليا وزر عشان هتعملي شهادة يعني؟ عشان هعمل شهادة ومن العائد بتاع الشهادة أنا هصرف عليهم. حاضر. مع إن إحنا جاوبنا السؤال ده كتير. جاوبنا سؤال الشهادات ده كتير يا ستة أسماء. حاضر. معانا ست أم محمد، أرجو إن إحنا نخلي بالنا من الوقت يا أستاذ إبراهيم. السلام عليكم. أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لك دكتورة نادية. أهلا بيك يا ست أم محمد، أهلا وسهلا. دكتورة معيش عايزة أسأل على قطع صلة الأرحام، الأخ لما يكون عايز يقطع أخته. في حالة لو الأخ عايز يقطع علاقته بأخته يعني. بأخته بأخواته يعني البنات وكده. ليه يعني؟ ومش عايزهم يروحوا بيت أبوهم. يعني هو ليه غرض. فأنا مش عارفة أعمل إيه. نفس طيب الوقت أنا بابايا وأمي عايشين وبيت والأب والأم موجودين؟ طب وهم وضعهم إيه؟ الوالدة زعلانة بس مش عارفة والله يا دكتورة. طب وانتوا لما تطيعوه يعني ما تطيعوهوش وتروحوا تزوروا والدكم ووالدتكم، إيه المشكلة يعني؟ أنا بروح يا دكتورة وكده أنا وإخواتي، بس عايز يزعل ما يزعل. إخواتي أنا إخواتي الولاد ما بكلمهمش، هو متغرب في دولة كاملة. لكن عشان يمنعك تزوري والدكي والبيت عشان عندهم خطط. طيب أنا دلوقتي رحت الوالدية، إيه اللي هيحصل؟ إنه يقطعك يعني ما يكلمكيش، ولو حاولتي تكلميه بيقطعك صح؟ أيوة. يبقى ده السؤال. في ده السؤال يا فندم. حاضر يا ست محمد. حاضر. هنطلع الفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى وتيسيره. اهلا وسهلا بحضراتكم. الست أمة الله بتقول تعرضت لكرب شديد، كل اللي حواليها بيقولوا لها الامر ده مستحيل، وعشان يتنفذ او توصلي فيه الحل امر مستحيل، وبيقولوا لها زمن المعجزات انتهى، وهي بتقول احنا بنجتهد ناخد بجميع الاسباب قدر طاقتنا. الواحد
بيسعى انه يحصل كل الاسباب اللي توصله ويجتهد في ذلك انها توصله للنجاح وقبل واثناء وبعد، وبيسال الله سبحانه وتعالى معونه المولى سبحانه وتعالى. ما يسمى بالمعونه يفعلها الله تعالى ويهيئها ويهيئ الاسباب اللي بيها يحدث بيها الفرج. واظن في قصه نبي الله يونس ما يجعل في قلوب المؤمنين الاطمئنان لقضاء الله وقدره، إن كان في هذا الأمر خيرا يسره الله سبحانه وتعالى على الهيئة اللي هي فيها الحكمة ليكم، اللي فيها الخير ليكم، هي بتكون مجراها على حكمة الله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس في بطن الحوت، في داخل ظلمة البحر، في ظلمة ليل، لكنه دعا ربه سبحانه وتعالى وتوجه إليه ورجاه بهذا الدعاء المبارك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما دعا بها مسلم قط إلا وأجيبت له دعوته. فبس الواحد يدعو ويلح في الدعاء، وبالذات الحالة اللي انت فيها دي بنسميها حالة الاضطرار. أنا في ضيقة جامدة وما فيش مفر، إلا لا ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فالواحد يلجأ إلى الله بحالة الاضطرار دي، وعاقبة الدعاء في حالة الاضطرار والإلحاح. الإلحاح إن الله يحب الملحين في الدعاء، عاقبة هذا الحال الإجابة بالتي هي خير للسائل بأمر من الله تعالى. والدعاء أخذ بالسبب، زي ما أنا كمان بجتهد في الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى نثرها في كونه ليأخذ الإنسان بها ليصل إلى ما يريد وينتهي إلى ما يسعى إليه. نسأل الله لك فرجا قريبا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء. اللهم اجعل لأختنا أمت الله فرجا قريبا، اللهم اجعل لها فرجا قريبا، اللهم اجعل لها فرجا قريبا، اللهم أمين يا رب العالمين. بالنسبة لسورة البقرة، وحضرتك تسألي إنها بتزيل العوائق، وإنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، القرآن كله خير، لكنه وارد عن سيدنا صلى الله عليه وسلم قوله وأمره اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، تحصل بها بركة عظيمة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة، كما أخرج هذا الحديث الإمام مسلم. وزي ما قلنا ونؤكد بأن القرآن كله خير وبركة، الله وصف كتابه بأنه الكتاب المبارك، هذا النور العظيم. طيب أنا مش هقدر أجيبها في جلسة أو أقرأها في جلسة واحدة، يعني في قعدة واحدة مش هقدر، يجوز قراءتها على أجزاء خلال اليوم لو أنت حضرتك عايزة تقسميها على خلال اليوم، أو تقرأيها على الأقل خلال الأسبوع تقسميها كما تشائين صاحبة السؤال. الأستاذة ولا عليك بحكاية بقى أنه بيتأثر وبيحصل له معرفش وجع في إيه، يعني إحنا نقرأ ونسأل الله العفو والعافية. الأستاذة دعاء بتقول بتسأل عن الترتيب في الصلاة، في قراءة القرآن، في قراءة سور، الترتيب في قراءة سور القرآن الكريم، هل هناك فارق في هذا الترتيب ومراعاة هذا الترتيب في صلاة الفرد أو صلاة النفل؟ الأولى مراعاة ذلك سواء في صلاة الفرد أو في صلاة النفل. طيب أنا ما عملتش ده، جبت سورة اللي هي في الترتيب بعد السورة اللي أنا هقراها، وبعدين جبت اللي قبلها بعدها، تركه لا يؤثر في صحة الصلاة، هي من باب الأولى أن يلتزم، الأفضل مستحب لذلك الإنسان أن يلتزم ترتيب السور أثناء القراءة في الصلاة. طب ما عملتش كده يؤثر على صحة الصلاة؟ لا يؤثر على صحة الصلاة. بالنسبة لي اللي حضرتك بتتكلمي عليه انك بتدلعي والدتك بتدلليها، وسمعتينا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي امر فيه الشاب اللي جه مع والده الشيخ الكبير، ومن ضمن ما امر النبي عليه الصلاه والسلام قال ولا تدعه باسمه توقيرا وتعظيما لحق الوالد، وكذلك هذا الامر في حق الوالده، فجاء التاكيد على حقها 3 مرات في الحديث النبوي الشريف. طيب انا بدللها
لا ده مش داخل في هذا المنع، لانه ليس هذا هو الممنوع، لان ده انت بتدلليها بتترققي وتتباسطي في معاملتها مع حفظك لمقام للوالده يا صاحبه السؤال. واراه من البر اللي تميل اليه النساء والامهات بالذات في مرحله معينه في السن كمان بالذات الكبيره، او في كل وقت، لكن في مرحله السن الكبيره بيكون ده بيميل الى ذلك اكثر. ربنا يرزقك بر والدك على الدوام، اللهم امين اجمعين. بالنسبه للاستاذه اسماء اللي زوجها توفاه الله، وبعدين عندها 3 أطفال، أكبر واحد 16 سنة وهو كان عنده عربية هي هتبيعها وتعملها شهادة، هل إنها تعيش من فلوس الشهادة؟ هل في ده يعني حرمة؟ أول حاجة بس بأكد عليها يا صاحبة السؤال أستاذة أسماء، ربنا يبارك فيك ويصبرك ويغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته، اللهم أمين يا رب العالمين، ويعينك على ما أقامك فيه وييسر عليك الأحوال. لكن نذكر بأن كل شيء تركه كل شيء يسيبه المتوفى تركة للجميع. أنت هتعملي هذا التصرف، المهم أن احنا نجنب حق كل ذي حق من الورثة. أما بالنسبة لعمل الشهادة، لو ده العربية دي كانت باسمك فخلاص الأمر بين إيديك، لكن لو اللي تركوا ده باسم الزوج يبقى ده تركة من الحاجات اللي سابها المتوفى، يبقى لازم تكون بموافقة جميع الورثة. وبالنسبة بقى لعمل البنك، إن هو أنت أو إن أنا ببقى قائمة، يعني أنا هعمل هذا العمل مع إن أنا تدوين أو إثبات إن العربية دي ملك، فيبقى حق ابني كذا وحق ابني لابد من تجنيب الحقوق صاحبة السؤال. بالنسبة لعمل شهادة في البنك، إحنا قلنا قبل كده إنه الأمر ده جائز، وده من باب التمويل والاستثمار وليس الإقراض، من باب التمويل والاستثمار، ولا شيء فيه إن أحط فلوسي وإنها تشتغل وإن أنا عجلة الاقتصاد تنتفع وأنا كمان كمواطن أنتفع في مكان آمن، ما يبقاش فيه إشكالية إن حد ينصب عليا وياخد الفلوس وما شابه هذه التصرفات اللي بنشوفها. بالنسبة للست أم محمد بتقول إن أخوهم بيقطع صلة رحمهم بوالديهم وبيهم، لو هم راحوا يزوروا الوالدين في بيت العيلة، هو عايز يقطع رجليهم من بيت العيلة يعني، فبتقول لو إحنا رحنا بيخاصمنا وإحنا بنحاول نتواصل معك بنات ما بيرضاش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا طاعة إلا في معروف. بيأمرني بمعصية إن أنا ما روحش أشوف أبويا وأمي، هو هداني في الدنيا هما الرحماء، هو في إيه بعد الأب والأم؟ لما يجي أخ يتأسد على باقي الأخوات ويمنعهن من زيارة والديهم، يعني إيه يعني هو منتظر هتعملوا إيه؟ تروحوا تزوروا الوالد وتنتظموا في ذلك وتحاولوا تكلموا، والله كلمكم كان بها ما كلمكمش وأبى، لا تعيروا ذلك الأمر اهتماما، لكن لا ما تنوش نية القطيع، وادعوا بصلاح الحال. والأمر في كل حال يحتاج لحكمة، ونقعد ونتكلم إذا كان هناك حد عاقل بيسمع لي في العيلة هو بيسمع له، تقعدوا تتكلموا معاه سبيلا إلى الإصلاح. وجدت إلى الإصلاح سبيلا فبها ونعم، لم نجد فدينا بنحاول من وقت للتاني. لكن ما ينفعش إن احنا ما نروحش نصل الوالدين الكريمين، الأصل في الرحم نفسه، أبص للفرع وأسيب الأصل. مش معنى ذلك ان انا اتركه ولا اعرفه، لكن الفكره ان انا ما يمنعنيش من بر والدي. وبعدين انتوا كاخوه اخوات تبقوا تشوفوا ابوكم وامكم، انما يمنعكم ويؤذي والديه بهذه، ده هو واقع في عقوق كبير مش قطيعه رحمكم بس، وانه بيمنعكم من بر الوالدين. نسال الله السلامه، اسال الله ان يهدي قلبه قبل فوات الاوان. نختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته
بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم. وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا، فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.